So I was in the fifth floor, الطابع الخامس, محل مغفير المفتوح الكبير. كنت واقف على الشباك and وقالوا لي انه رح يضلوا يطلع ازاز كتير من هلا لكذا سنه لانه فات فيه كتير ازاز. I was stitched تقريبا 350 قطبه بكل جسمي. أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. الله يحمي لبنان. كيف الواحد بده يوصل للعدالة إذا كل موظف صغير بالدولة اللبنانية في عنده حصانة؟ فبتبلش الحصانات من أصغر شخص بالدولة لأعلى شخص بالدولة اللي هن الوزراء والنواب والرؤساء. نحن هالمرة ما حتزبط مع حدا يضيعنا لأنه نحن هالمرة الجريمة أكبر من أي جريمة أخرى صارت بحجمها 218 شهيد وضحية 6500 جريح تدمير نص العاصمة بيروت ترويع كل أهالي لبنان إضافة أنه نحن مخلوطين هالمرة من كل الطوائف ومن كل الأديان ومن كل الانتماءات السياسية. احنا رفضنا الجلسة بعد مراجعة You can't get a break, really. No matter, like if you're trying to heal from a certain trauma or wounds from the blast, and you're also having to deal with day to day, shortage of everything, electricity, water, fuel, whatever, and the hardships that everyone's going through. I mean, it's crazy. You don't know where to start dealing with your problems, and how to start dealing with them. I'm not sure if I would say it lost its soul, because I still think it has a lot of soul, but it's a wounded soul, I guess.
كل ما اطلع على المراية شوف ماين شوف السكارز كيد الانفجار بعده عايش فيه انه وراح يضلوا عايش فيه كل حياتي apparently.